السلام عليكم. اول حاجه تحتاجها باش تبدا في عالم الـ NFT هو ان تكون عندك واليت ديالك. بما انني شخصيا كنخدم غير في الايثيريوم والبوليغون، لهذا كنستخدم ميتاماسك. فقط غتمشي للبلاي ستور او لا كروم اكستنشن وغتقلب على ميتاماسك وتقوم بفتح حساب بطريقه سهله. في الاول غادي يطلبوا منك باسورد، من بعد غادي يعطوك واحد السيد فريز. هذيك السيد فريز هي اهم حاجه عندك تمشي تنساها، وعندك انك تشاركها مع شي واحد باش ما وقع لكش نفس داكشي اللي وقع ليا انايا في البيتكوين. الا كنت عول انك تخدم على النيفتي في الايثيريوم فما غادي دير حتى حاجه، ولكن تبغي تخدم على النيفتي في البوليغون فقط غادي تمشي للسيتينغز وغادي تمشي للنيتوركس وغتحاول تزيد هذه المعلومات ديال النيتورك ديال البوليغون. من بعد غادي دير اد نيتورك، ودابا ببساطه غتمشي تحول نيتورك من الايثيريوم وغترجع للبوليغون، وممكن انك تخدم على النيفتي في البوليغون. ما خديتي الواليد ديالك عن طريق ميتاماسك كيف ما شرحنا في الفيديو اللي داز. دابا جا وقت الفلوس، غادي تحتاج هي الاو تي اش اللي بغيتي تخدم بالايثيريوم ولا الماتيك اللي بغيتي تخدم بالبوليغون. غادي نحتاج واحد جوج منصات ديال بينونس وديال كوكون. من بعد ما غادي تدخل باينانس غادي تلقى واحد الوجه هنا غتكليكي عليه وغتحاول ترجع باينانس ديالك عباره عن باينانس لايت. من بعد غادي تكليكي على واحد باي، غادي تقلب على الايثيريوم الا بغيتي تشري الايثيريوم، ومن بعد غادي تدخل شحال بغيتي ديال الايثيريوم. من بعد غادي تحاول تكونفيرمي، غتدخل المعلومات ديال الكريدي كارد ديالك. انا كنخدم سواء بترونسفير وايز ولا بايونر. تسنى واحد شويه وغادي تكليكي على ويدرو. من بعد غادي نحتاجوا الواليد ديالك تمشي تخدم ميتاماسك. من بعد غادي تحتاج في النيتورك تخدم بالاي ار سي 20 اللي هو نتاع الايثيريوم. من بعد غادي دير شحال بغيتي تخرج ديال الايثيريوم وغاتكليكي على ويدرو. نفس الشيء غادي نديروه في الماتيك، ولكن هذه المره خاصك ترجع البال باش ما طيحش نفس المشكل اللي كنت طايح فيه انايا، اللي هو قبل ما تشري حاول تاكد ان باينانس ما مبلوكياش الماتيك، حيت انت باغي تشري الماتيك في النيتورك ديال البوليغون. لهذا حاول تمشي للبورتفوليو ديالك، حاول تقلب على الماتيك وحاول تشوف واش مسيسبند. يعني غادي ندير بحال بغيت نخرج وغنمشي النيتورك ونشوف واش كاين الماتيك. الا كان سيسبند غتبان ليا تما بالصفر، فهاد الحاله اللي عندي هنايا راه ما مسيسبندياش. الا كان سيسبند داكشي علاش غادي نحتاجو المنصه الثانيه اللي هي ديال الكوكوين، حيت اغلبيه كيكون فيها الماتيك ماشي مسيسبند. هادشي اللي داز كنت شرحت لكم كيفاش شري الايثيريوم والماتيك، ولكن اللي ما عندوش الفلوس واش ما حقوش يدخل لعالم الان اف تي؟ لا، حيت اهم حاجه بالنسبه ليا هي انك تفهم التكنولوجي باش تقدر تمانيتيزيها بالطريقه اللي بغيتي. هنا مجموعه ديال الطرق اللي غنطرقوا ليها ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. لهذا الا ما كانش عندك الفلوس وبغيتي تتبع معنا باقي الفيديوهات، فقط غتمشي للميتاماسك ديالك وغتحوله من الايثيريوم من النيتورك وغادي ترجعوا الرينكبي. من بعد غادي تحتاج بعض الايثيريوم للتجربه، فقط غادي تكوبي الواليت ديالك من الرينكبي وغادي تحاول تمشي تبوستيها في تويتر. من بعد غتكوبي اليان ديال تويتر وغتمشي لهاد الفوسيت هنايا وغتحط لهم تما وغتطلب شحال بغيتي ديال الايثيريوم. الا ما خدملكش هذا الموقع سبب من الاسباب، ممكن انك تجرب هذا الموقع، تدخل ليه وغتقول لهم شحال بغيتي ديال الايثيريوم. من بعد ما غادي توصل بالايثيريوم، ممكن انك تدخل دابا البراوزر ديال ميتاماسك، ممكن انك تدخل تيست نيتورك ديال اوبن سي وحتى تشري الان اف تي وتجرب بحال كاع الناس، وممكن انك حتى تمينتي ودير بزاف ديال الحاجات اللي غادي نديرو ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. غير حنا غنخدمو بالمين نيتورك وانت غادي تخدم بالرينكبي. المهم هو انك تفهم وما تعقلش وما تلقاش الاعذار راسك. داز كنت قلت لكم باللي اهم حاجه هي انك تحاول تفهم عالم الان اف تي والتكنولوجي ديالو باش تقدر تربح منه بالطريقه اللي بغيتي نتايا. واللي كنت كنحاول نوصل هو انك ماشي ضروري تكون فنان او لا تكون مستثمر باش تدخل لهذا العالم. مثلا غير انا شخصيا كنشوف بعض الدراري اللي ما عندهمش فلوس كيدخل مثلا الديسكورد واللي هو من اهم وسائل التواصل في عالم النيفتي، كيحاول يشارك معاهم، كيحاول يعاونهم تمايا، او لا كيحاول يشارك في لي جيف واي حتى كيصدق رابح مثلا شي نيفتي اللي كتكون اصل يعني اصليه وكيصدق يبيعها باثمنه خياليه. او لا من جهه اخرى كاين بعض الدراري اللي مشاو طبقوا داكشي اللي شرحت لكم في هاد جوج فيديوهات ديال فايبر. حرفيا بعد ما بقينا كندوي على النيفتي والجينيراتيف ار، مشى لواحد فقط ليوتيوب قلب على جينيراتيف ار، حاول يتبع دوك الفيديوهات ديال هاش ليبس مثلا، ومشى كيقدمها كخدمه في فايبر. وانتم الاثمنه كيف ما كتشوفوا هنايا، الواحد كيطلب مثلا 200 اورو 2000 اورو، يعني اثمنه طالعين حيت هذا الشيء هو اللي مطلوب. دونك فقط هذا الشيء اللي غتحتاج اذا ما كانش عندك فلوس، حاول انك تتعلم التكنولوجي وحاول انك تربح منها بطريقه او اخرى. الفيديو موجه لكاع لي ديجيتال ارتست واي فنان بغى يدخل لعالم الان اف تي. راه ما يمكنش انك تمشي ترسم كوليكسيون وتجي تقول علاش حتى واحد ما بغى ياخذها عندي ولا كيفاش انا نقدر نسوق ليها، حيت هذا الشيء ماشي ان اف تي 1 تو 1. وهذا الموضوع غنهضروا عليه من بعد ان شاء الله. هنايا كندوي على كوليكسيون، يعني انت ملي قديتي كوليكسيون كنت كتحاول تخلق سكارسيتي. لهذا 99% من الناس اللي باغين ياخذوها عندك كيقلبوا على ربح على الاستثمار ديالهم. لهذا شنو هي الرود ماب وشنو هي اليوتيليتي اللي كتقدم انت لهاد الناس؟ نصيحه ديالي لاي ديجيتال ارتست، بلاصه ما تمشي تقاد وتخدم على واحد الكوليكشن بوحدك، من الاحسن انك تمشي تقدم هاد الموهبه ديالك في يعني في فايفر ولا اي موقع للخدمات، ولا تمشي للديسكورد وحاول انك يعني تدخل شي كوميونيتي وتتعرف على الناس. تقدر تما تلاقى مع واحد لي كريبتو ديفلوبرز وتقدروا تخدموا على هاد البروجي مجموعه، تقدم الار وهما يقدموا الخبره ديالهم في كديفلوبرز، وتمايا غادي تكون عندك واحد البروجي متكامل اللي يقدروا الناس يانفيستيو فيه. اليوم غادي ندوي على كيفاش تلقى بروجيات ديال ان اف تي، ولكن قبل خاصك تعرف واش باغي تفليبي
ولا باغي تانفيستي على المدى البعيد. وهذا الموضوع غنهضروا عليه في الفيديو الجاي لهذا تاكد انك تفرج ليه حتى هو. المهم الا بغيتي تلقى بروجي ديال NFT ببساطه ممكن تمشي راريتي تول، غتمشي لابكامي وغيبانوا لك هاد البروجيات واللي 99% منهم غادي يفشل، ولكن حنا نوافيهم مزيانه حيت حنا بغينا ندخلوا معاهم الاستراتيجي ديال الفليبين. واللي كندير شخصيا انا يعني كنمشي للديسكورد ديالهم، تويتر ديالهم، الموقع ديالهم، كنحاول نشوف بالنسبه للديسكورد خصو يكون فيه 10000 ممبر يعني عليه واحد الهايب، وكنمشي لتويتر خصو يكون النص ديال داكشي ديال ديسكورد، يعني الا كانت فيها 10000 خصها تكون فيها 5000، كانت فيها 20000 خصها تكون فيها 10000 باش ما يبانلوش بلي راه غير شاريين بوتات ولا شي حاجه. وبالنسبه للموقع كنشوف واش داك التيم واش انونيم ولا غير، يعني انا بالنسبه لي خصو يكون السوشيال ميديا ديال هاد لي فوندر اولا هاد الناس اللي صانعين هاد البروجي. وكاين واحد الطريقه اخرى اللي اورغانيك باش تلقى البروجي هي انك تدخل البلوكشين وتشوف شنو كيتمين حتى دابا، وببساطه غتمشي تشوف مثلا بحال هاد البروجي، غادي نكوبي الكونترا ديالو، غادي نمشي نحطها في اوبن سي، غيبان ليا البروجي، وغادي مره اخرى نمشي ندخل الديسكورد ديالو، تويتر ديالو، الويب سايت ديالو، وندير نفس الاناليز. وممكن انني حتى نشوف هاد الناس اللي راهو كيمينتيو دابا في هاد البروجي ونمشي نقلب على لي واليد ديالهم ونشوف واش اصلا كيفهموا، يعني غنمشي نشوف شنو هي البورتفوليو ديالهم وشنو هما الاكتيفيتي اللي دار، واش فاتوا حققوا ارباح في هاد العالم ديال NFT. خاصك ترد من البال في عالم NFT وهو الفيك ايدروب. عندنا جوج انواع، فيك توكن ايدروبس وفيك NFT ايدروبس. بالنسبه للفيك توكن ايدروبس كتكون مثلا ما عليك ما بيك داخل كتقلب على الواليد ديالك في ايثر سكان ولا بوليغون سكان حتى كيبان لك بان راه وصلتك واحد العمله مثلا فيها 500000 ولا، وما كتعرفش انت منين جاتك، ولهذا كيكونوا بالعاني دايرين لك سميه الدومين تمايا. انت كتمشي تقلب على داك الدومين كتلقى بان ديك العمله ملي غتحسبها راه جاتك واحد 50 مليون او 60 مليون، كتقول ارانتيري غنحولها لاس دي تي ولا شي حاجه. ان فوا كتانتراكت معاهم بميتا ماسك ديالك كيصدقوا ناصبين عليك. نفس البلان كاين في الفيك NFT ايدروبس، كتكون ما عليك ما بيك في اوبن سي حتى كيبان لك بلي راه وصلتك واحد NFT، واغلبيه كيكونوا في البوليغون حيت كيجيو مستاهل انه يصيفطوها. ان فوا كتبان لك تما كيبان لك بان الناس راهو كيبيعوها تقريبا ب 50 دولار ولا 100 دولار، كتقول اجي حتى انا نبيعها. وهذا الانتراكسيو مع هذا الكونترا يعني من الاحسن انك ما ديرهاش حيت يقدروا حتى هما انهم يسرقوا لك الواليد ديالك. في الفيديو اللي داز الا بغيتي تدخل عالم NFT خاصك تقرر واش بغيتي تانفيستي ولا بغيتي تفليب. وبما ان 90 حتى 95% من البروجيات الجداد ما غاديش يكملوا، لهذا حتى انت الخدمه ديالك خاصها تكون 95% عباره عن فليبين وفقط 5% اللي خاصها تكون عباره عن انفيستي. دونك كيفاش تعرف ان واحد من هذوك 100 غادي تانفيستي فيه؟ انا شخصيا كنت دابا بعد هذا البير ماركت كنركز على جوج حاجات، اولها هو الضوء اولا بمعنى بسيط هو الجماعه. الا كان عندك NFT في هذا البروجي كتكون داخل في جماعه وكيكون عندك حق التصويت على القرارات ديالهم مثلا عبر منصه snapshot.org، وخصني نتاكد بان هذه الجماعه عندها واحد الصنيديقه كنسموها الضوء واليت اولا كوميونيتي واليت، وخصني نتاكد بانها ملتي سيغ واليت، يعني هذه الصنيديقه ما يمكن اننا نستعملوا اولا نخرجوا فلوسها الا اذا سنوا عليها واحد المجموعه ديال الناس. هذه المجموعه ديال الناس كيكون مثلا فيها 3 ولا 4 من مالي البروجي، واحد 3 ولا 4 كنصوتوا عليهم حنايا صحاب الجماعه. من بعد خصني نتاكد بان هذه الجماعه عندها واحد الخزينه اللي كنسموها الضو فولت، وخصني نعرف كيفاش دوك فليسات ديال الصنيديقه غنستعملوه في هذه الخزينه، وخص هذاك الشيء يكون منطقي. ملي نتاكد بان كاين هذه الاشياء تما كندوز للحاجه الثانيه اللي غندويو عليها في الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو اللي داز كنت هضرت لكم على الضو كمؤشر اولي باش كانفيستي انا شخصيا في شي NFT على المدى البعيد. وكيف قلنا الانفيستين خاصو فقط يكون كيشكل 5% من الخدمه ديالك، و95% كلها خاصها تكون عباره عن فليبين. ندوز المؤشر الثاني اللي كنشوف انا شخصيا واللي هو الـ NFT يلد فارمين والتوكنوميكس ديال هذا البروجي. بمعنى واش هاد الـ NFT كتولد شي عمله وباش من طريقه، واش عن طريق ستيكين ولا عن طريق الهولدين، حيت دابا مع هاد ليغال فيز اللي كاينين دابا كنحاول انا نبعد صراحه على ستيكين. من بعد كنشوف التوكنوميكس، بمعنى شنو هي الاستراتيجي اللي جايب هذا البروجي لهاد العمله باش اولا انها تعاوننا باش تنقص العرض وتزيد من الطلب، وثانيا واهم حاجه باعتبار هذه العمله كتولد بشكل مستمر شنو هي الاستراتيجي اللي جايب هذا البروجي باش نحاول نتجنبوا مشكل الانفليشن ورجعوها عباره عن توكن ديفليشنري. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للانفيستين في NFT. نكملوا ان شاء الله في الفيديو الجاي على الفليبين. الفيديوهات اللي دازو كنا هضرنا على كيفاش انفيستي في NFT وباللي الانفيستين خاصو يكون فقط 5% من الخدمه ديالك و95% تكون كلها فليبين. دونك كيفاش نقدر نفليب NFT؟ بالنسبه ليا شخصيا كنشوف بلي كاينه ثلاثه الانواع ديال الفليبين. اول طريقه واللي هي الوايت ليستين، اللي خاص تعرف هو اغلبيه ديال البروجيات ملي كيبغيو يتمنتو كيكون فيهم بري سيل وبابليك سيل. البري سيل كتكون واحد الناس كنسميو الوايت ليست اولا ببساطه المعارف، والبابليك سيل كتكون لعامه الناس. هاد الوايت ليست كيختارهم صحاب البروجي، كيقول لك مثلا تفاعل معنا في ديسكورد اولا جيب صحابك حتى هما يتسجلوا معنا في ديسكورد اولا تكون داخل معاهم في شي بروجي قبل اولا لاي سبب اخر. المهم اللي كتوفر فيك هاد الشروط اللي حاطينها صحاب البروجي تما كيعطوك هاد الوايت ليست سبوت، واللي كتمكنك انك تمنتي بنص الثمن مثلا النص، وكتمكنك انك تمنتي قبل من الناس مثلا بنهار اولا بسيمانه. دونك نصيحتي ليك الا كنتي وايت ليست هي انك تبيع داك البروجي قبل من البابليك سيل وقبل من الريفيل حيت تما كيكون عليه الطلب. وفي الاخير ما ننساش نقول لكم بلا خاصك ترد البال من الفيك وايت ليست. دابا كاين شي بروجيات كيقول لك مثلا خاصك تتفاعل معنا ولا خاصك تجيب صحابك يتسجلوا في ديسكورد وهكذا غادي تاخذ الوايت ليست، وكيحاولوا يلعبوا لك على النفسيه ديالك باش تحس بانك انت ربحتي هذا الوايت ليست وكتمشي نيشان تمنتي. وفي الاخر كتلقى بلي انت اللي منتي وشي وايت ليست اخرين وما كاين حتى شي اهتمام من الناس، يعني ما كاينش طلب على داك البابليك سيل. لهذا كيبقى لكم في الفيديوهات اللي دازو ديما ديال البحث ديالك. اللي فات كنا هضرنا على الوايت ليستين كاول طريقه ديال الفليبينز. يعني
NFT. دابا الطريقه الثانيه اللي هي فين كاينه الفلوس كنسميوها الاوفرين. اللي خاص تعرف هو ملي كتبغي تشري في اوبن سي كاينه عندك يا باي ناو يا ميك اوفر. واللي ما عارفينش بزاف ديال الناس هو الا درتي باي ناو نتايا اللي كتخلص لي كاز فيز وكتكون ما بين 50 حتى ل 150 دولار وكثر على حساب الكوين. و الا درتي ميك اوفر هذاك اللي باع لك داك NFT هو اللي كيخلص دوك لي كاز فيز. وباش تصيفط سيدي هاد الاوفرز ببساطه غادي تحول الايثيريوم ديالك للرابيد ايثيريوم في اوبن سي. وبزونا هاد الميثود قلت لكم فيها الفلوس هي ملي كتحول او تي اش لدبليو او تي اش كتخلص لي كاز فيز مره واحده وكيكونوا قلال يعني ما بين 10 و 30 دولار وكيمكن لك تصيفط قداش ما بغيتي ديال لي زوفر. وهنايا فين كاين الميثود كتحاول تصيفط اوفر بزاف شي بروجي بقل من الفلور برايس بواحد 20 ولا 30% وملي كيقبلش واحد الاوفر ديالك وكدوز ديك النيفتي الواليد ديالك كتنوض نيشان تليستيا بالفلور برايس. مثلا هذا كيبان لنا غير هذه 5 سوايع خدا هذا ب 0.7 دبليو او تي اش بالحمر يعني دار اوفر ومراها ب 3 سوايع باع ب 1.1 ايثيريوم يعني في 3 سوايع قدر يربح 1600 دولار. هذا الميثود كتخدم في بروجيات اللي كتكون فيهم الاكتيفيتي ديال البيع والشراء طالعه اولا ببساطه ممكن دير سباين وتشوف اين بروجي كيديروا فيه الناس هذا الميثود ديال الاوفرين. وكتخدم حتى الا بغيتي تدخل فشي بروجي طايح وما بغيتيش تخلص دوك لي غاز فيز. هاد الفيديوهات اللي دازو كنا هضرنا على الوايت ليستين والاوفرين كطرق ديال الفليبين ديال نفتيز. دابا ندوزو للطريقه الثالثه واللي هي ريريتي. هاد الطريقه خليتها هي الاخرى حيت ماشي اي واحد قادر يديرها حيت كتحتاج الفلوس والريسك ديالها طالع. ببساطه ريريتي فليبين هي انك تحاول تمنتي عدد كبير ديال نفتيز فشي بروجيكت على امل انك تطيح شي واحد رير. فهاد المثال هاد الشخص هادي شهرين 17 اكتوبر منتا 5 ديال نفتيز فهاد البروجيكت قاموا عليه تقريبا بشي 2300 دولار يعني تقريبا شي 500 دولار الواحد ومن ظهره طاح فواحد رير اللي هو هذا. وباش تعرف بلي رير ممكن تشوف البروبرتيز ديالو في اوبن سي وباع نيت النهار الاخر بشي 50 ايثيريوم اللي هي 180 مليون مغربيه. هاد الميثود ديال ريريتي كتلعب على الزهر لهذا ما كنصحش بها ولكن ممكن نستعملوها بطريقه اخرى في الانفستين. دابا حنايا حيت في البير ماركت بزاف ديال البروجيكت طاحوا الاثمنه ديالهم وشي وحدين يلاه كيوقفوا ثاني دونك ممكن نمشي ندير دراسه الانفستين اللي كنا هضرنا عليها في الفيديو اللي داز. و الا بان لي شي بروجيكت وجد الدار ديالو التوكنوميكس وكان غادي يتحرك ثاني وداير مثلا الا كان عندك شي رير في داك البروجيكت غادي يعطيك واحد الاضافه اكثر ديك الساعه ممكن نمشي rarity.chance ولا rarity-sniper.com وغادي نقلب على هاد الكوليكشن ونحاول ندير فيلتريشن بالثمن. مثلا شي حاجه مدفوع 0.03 ايثيريوم اللي هي 120 دولار ونحاول ناخذ لي رير في ديك الرينج ديال الثمن. وفي شرم بطبيعه الحال غنستعمل ميثود الاوفر اللي كنا دويناها في الفيديو اللي داز باش ما نخلصش الكاز فيز وندخل لهاد البروجيكت باقل ثمن. هادشي اللي كاين اللي كتشوفوني كنستعمل هي هاد لي نفتي ولا التصويره ولدت لي هاد التصويره. المقصود بها هي ان واحد المشروع كيقول لك بما انك انت داخل فيه غادي يعطوك واحد المشروع اخر اولا شي تكمله لذاك المشروع مجانا. مثلا في هذا المثال انا مثلا تقديت هذه تقريبا 350 دولار واللي عاودت فيها البيع كيف ما كتشوفوا هنا تقريبا بشي 7000 دولار ولكن كان هذا قبل ما يتباع كان عطاني او ولد ليا واحد البروجي اخر اللي هو هذا دونك خديته فابور وبعته تقريبا بشي 500 دولار. دونك الى هذاك اللي تولد ليا رجع ليا الفلوس ديال هذاك اللي شريت. دونك هذيك البيعه ديال ديك الـ NFT الاخرى بحال اللي تقامت عليه بحال اللي كلها ربح. لهذا كنستعمل كثير هذا لو تيرم هذا البروجي ولد ليا هذا البروجي. مثلا هذا القرد ولد ليا هذا الكلب ولا شي حاجه كنقصد بها الدروبس اوكي باش نبقى نكونوا متفقين. هذا الشيء اللي كاين الشباب.